احمد عبوس انتبهني، عندي محل كهرباء سيارات. طرابلس مشهوره هي انه حافظت على مدى الحرب على الجامع والكنيسه جنب بعض، والتعايش فيها موجود فيها المسيحي، موجود فيها العلوي، حتى كان في يهودي يسكنوا قبل. المدنتين هدموا المساجد وهجروا الناس، طرابلس ما تهجر حدا منها. دليل مرئي للكنيسة وجنب المسجد موجودة محافظ عليها وعلى الناس، ورغم المشاكل اللي صارت فيها والخطف والقتل على الهوية، تموا الناس بقلبها محافظين عليها. بعدين امتدت احنا حرب عنا بالتباني جبل المحسن، ايش انضى خارجية نفذت عنا هونيك، ها امتدت لهلا. وقصة الله أعلم إذا بيشتغلوا عليها بتم لآخر العمر، إذا لأنه البريد السلام لهالمدينة قليل. يعني قديم ما كنت بتعرفي انه هيدا علوي ولا هيدا سني، قاعدين كلهم مع بعض بنفس الحي، ولم يزل العلويين موجودين بطرابلس. يعني في عندك شيء 500 بيت بقلب طرابلس ما حدا اعتدى عليهم. ان هيدي كانت ميزه كثير شريفه بين الناس باهل التبين، انه ما اجوا على العلويين او على المسيحيين داخل المدينه وقتلوهم، حافظوا عليهم بس خلوا الحرب بالحرب. لا انا محمل بيرودي، انا كنت من صغرتي مولع بالرياضه وبشتغل بالاجتماعيات. لا انا محمد بيرودي. في شباب حملوها دفاعا عن النفس، في عندي صحبي لقالي كثير في فوق ناس من ايام الرياضه، من ايام العمل الاجتماعي، من ايام البلديات، في ناس كثير كمان ما بتأيد الحرب ايدي هيك. هو الجو اصلا بين الناس العوديين ما في شيء مشاكل، بس الناس اللي هناك بينزلوا على المدينه وبيفتحوا محلاتهم بيلتقوا بالناس، والناس اوقات بتطلع لفوق ما في شيء. انا المستقبل بايدي الامنيين، معلش بيريدوا هالبلد يكون منيح بيقدروا يفرضوا عليه، لانه انا عايش وشايف شو عم يصير، مشاكل عم تزيد والقواص عم يزيد والسلاح موجود بين الناس. ما كفانا جيل الدم جيل الحرب؟ يعني انا ربيت بالحرب وعشت بالحرب وتجوزت انا ودنيا حرب وخلفت وصرت عندي احفاد، اروحوا احفادي بالحرب كمان وابني راح بالحرب، شو استفدت انا من الحرب؟ هلا لو في افادي او في الواحد عنده هدف لإله بقول انا بمشي على الهدف تبعي والخطه تبعيتي، اوكي بضحي من اجله، بس من اجل من؟ لصالح مين؟ وليش؟ ما في نتيجه. تم جبل المحسن موجود وتمت التبيني موجوده.